يتخلق حديد وفي النهار حجر. الشباب نرعى الغنم في الغابة هذه اللي جنبها في وقت الشتاء بالذات، نسمع زي الرمي وزي الزيارة وزي العرض زي الحفلات. يقول: أسمع صوتهم يا أبي، يقولون إنهم قبيلة كبيرة، هل تراهم؟ يرد عليه: أنا لا أرى أحداً. يقول: كيف لا تراهم وأحدهم واقف وراءك ويتوعدك؟ هذا ليس مشهداً في فيلم رعب، لكنه ما كان يحدث داخل أكثر بيت مخيف في المملكة العربية السعودية، وهو بيت جدة أو القصر الملعون كما أطلق عليه. ما هي هذه الحكاية وما علاقته بجبل الحرفة؟ سأحكي لكم أنا نور الصباح هنا في ملخص القصة. في أحد أحياء مدينة جدة، بالتحديد في جنوب المدينة، قام أحد الأثرياء ببناء فيلا رائعة التصميم، وقد صرف عليها صاحبها مبالغ طائلة، حيث أراد أن يسكن فيها هو وعائلته الكبيرة. وبعد الانتهاء من البناء وتجهيز الأثاث، انتقل صاحبه للعيش فيه، وقد مضى الشهر الأول بسلام، وكان سعيداً مستمتعاً بسكنه الجديد، إلا أن القدر كان له بالمرصاد. ففي أحد الأيام وبينما هو وأبناؤه يستعدون للنوم، إذ شاهد صغيرته واقفة مذعورة وهي تشير إلى أحد الجدران، فاقترب منها وأخذ يهدئ من روعها وأدخلها إلى غرفة نومها، ثم ذهب ليستطلع الأمر، فسمع صوتاً غريباً يأتي من الجدار وكأن هناك من يتحرك داخله. انتابه خوف شديد وأخذ يتحقق من الأمر، ولكن الصوت اختفى فجأة. وبعد مرور عدة أيام بدأت الأصوات ترتفع والخوف يتسرب إلى هذه الأسرة يوماً بعد يوم، والأصوات تتكرر من بعض الجدران خاصة في الليل. فاستشار أصدقاءه وأقرباءه فأشاروا عليه بأن يحضر بعض مقرئي القرآن، إلا أنهم لم يعرفوا السبب، فزادت المعاناة حتى وصل إلى قناعة هي أن يغادر المنزل، وبالفعل غادره هو وأسرته وهو في حسرة كبيرة. عرض الفيلا للإيجار وانتقل إلى سكن آخر، لكن المأساة نفسها تتكرر مع السكان الجدد لهذا المنزل، فيهربون منه بعد مدة قصيرة، حتى أصبح مشهوراً في الحي بأن هذا المنزل مسكون بالجان. يقال إن السبب في سكون الجان داخله هو جبل حرفة الذي يقع بجواره، وإن هذا الجبل مسكون من عشيرة كبيرة من الجان تسمى الكارزوك، وهي التي سكن بعض أفرادها هذا البيت. ويقال إن مجموعة من الشباب قرروا تسلق هذا الجبل لمعرفة ما به، لكن كلما صعدوا كانوا يسمعون أصوات ضحكات أطفال يلعبون، وكلما هموا بالصعود تحولت الأصوات إلى أصوات عالية، فقرروا عدم استكمال صعود الجبل خوفاً من تلك الأصوات. لكنهم في طريق العودة تاهوا وشعروا وكأن الطريق قد تغير تماماً، وحكوا عن امرأة قابلوها كانت تصدر صوتاً فظنوا أنها تستنجد بهم، وعندما تتبعوا الصوت وجدوا ناراً مشتعلة في ملابس تشبه ملابسهم معلقة على شجرة، وظهرت لهم امرأة قالت لهم بغضب إنهم سيدفعون ثمن محاولتهم تسلق الجبل، فانهار واحد منهم مغشياً عليه، وآخر أصيب بالجنون وظل يردد هذه القصة، بينما الثالث لم يجدوه وقالوا إن هذه المرأة أخذت واحداً منهم. وليست هذه الحكاية الوحيدة عن البيت والجبل، بل هناك آلاف الحكاية على مر السنوات. وأياً كان ما يحدث هناك، فإذا كنت في المملكة فكر ألف مرة قبل الاقتراب من هذا البيت أو جبل حرفة.